تفاجأت بتألق رمضان صبحي بعد فترة غياب. نعم أم لا؟ تألق فين؟ مع المنتخب وظهوره مع بيراميدز. لا تألق؟ لا ما شايفه. لا يعني ما تألقش؟ لا تألق. ماتش ماتش حلو النهارده مع المنتخب. ما خسروا النهارده. ها؟ خسروا امبارح. ما هو الخساره مالهاش علاقه بالمباراه. اول مباراه والمنتخب لعب بتاع 10 دقائق تقريبا، ربع ساعه تقريبا. يبقى لا؟ لا ماشي. اللي بعده بيراميدز قادر على تحقيق الدوري الموسم الحالي؟ نعم ام لا؟ لا لا لا، ولا الموسم الحالي ولا اللي بعده ولا اللي بعده. ليه كده؟ من غير هو كده. لا بجد ليه يعني؟ ايه الاسباب؟ فرقه فيها اسماء كتير جامده يعني. فيها جامده، ومش كل فرقه جامده هي هتحقق بطولات يعني. مش البطولات مش بالاسامي الكبيره. طيب نمره واحد لازم يبقى عندك جماهير. انت واخد القدم دي، انت واخد نفس موقف الجمهور. مش بتحب بيراميدز يعني؟ مش لا لا مش واخد بيراميدز والله. لا خالص خالص. بالعكس والله، بالعكس انا بشجع الاستثمار. بالعكس ده انا شايفه نادي استثماري. لا لا بص، هو كنادي استثماري عالي جدا. انا حابب الفكره دي على بقى. النعمه ما بتكلم على الاستثمار. ما انت ما تقوليش مش حابب. لا انا حابب عادي جدا. ما عنديش مشكله خالص مع بيراميدز خالص. بالعكس انا بس مش عاجبني الاسلوب يعني. قول بقى كده. الطريقه والاسلوب مش عاجبني. بس طريقه ايه واسلوب؟ طريقه التعامل والتفاوض وطريقه الضغط يعني بالفلوس اكتر كده يعني. مش عاجباني اكتر. بس سالتك عشان خاطر توضح يعني. بس كده. اللي بعده موسيماني قادر على التتويج بدوري الابطال للمره الثانيه على التوالي. نعم ام لا؟ نعم، بس يعني ايه برضو مش عايزين نضغط عليه اكتر من كده يعني. يعني هم الناس شغاله وان شاء الله يبقى في ناتج اكبر من كده كمان ان شاء الله. اللي بعده الاهلي قادر على الوصول لنهائي كاس العالم للانديه. يعني موسيماني كان بيشتكي ان الناس كانت بتقول له ان انت عايزينك تاخد كاس العالم للانديه. انت عارف ان احنا مش هنبطل طموح يعني. ان شاء الله قادر. نعم يعني. نعم ماشي. بس مش عايزين نطمع قوي يعني. الزمالك قادر على التتويج بالدوري ودوري الابطال الموسم المقبل، الموسم اللي احنا فيه ده يعني. لا لا لا، ولكن الزمالك عمل فريق قوي جدا، فريق محترم بامانه يعني. قدم مستوى عالي جدا، لعيبه على اعلى مستوى. انا مبسوط بنادي الزمالك لانه فعلا بقى منافس قوي للنادي الاهلي، وده كله عائد للكره المصريه في الاخر. اللي بعده بيراميدز يمتلك اقوى اللاعبين بالدوري المصري. لا لا، مين الفريق اللي من وجهه نظرك بيمتلك اقوى لعيبه في الدوري؟ النادي الاهلي. اللي بعده والدليل خد كل البطولات. ماشي. اللي بعده انتقالي للاهلي قلل من رصيدي عند جماهير الاسماعيلي. نعم ام لا؟ نعم. نعم. اللي بعده الاسماعيلي ضغط عليا عشان اروح الزمالك. نعم. ضغط عليك الاسماعيلي عشان تروح الزمالك؟ طبعا. ايه كان شكل الضغط؟ الضغط اللي هو انت مش هتمشي غير عن تروح لنادي الزمالك مباشره يعني. فقلت لهم لا انا مش جاي اصلا. واخوك؟ اخويا كان محبوس بقى في النادي 9 ساعات في الزمالك. وهو كان عايز يوديك فين؟ لا الاهلي. ما هو اتحبس ليه؟ ما هو مش راضي يطلعوه من النادي. مين اللي كان حبسه؟ كان ايامها مجلس كان مهندس ممدوح عباس. لا يعني مش معها يعني، بيتكلموا معاه وبتاع ومنعوه ان هو يخرج من النادي يعني. قالوا له مش تخرج غير لما شريف يجي. لازم شريف يجي يعني. وانت كنت فين؟ مستخبي. مستخبي فين؟ مستخبي في حته ثانيه. في حته ثانيه في جزيره. طب وفي الاهلي. طب وسبته يعني؟ سبت اخوك عشان خاطر وانت مستخبي يعني؟ ما ضحيت بيه ولا ايه؟ مش فاهم يعني. لا اخوات بقى نشيل بعض. لا والله فاهمني يعني. انت يعني ايه السيناريو اللي كان في بالك؟ انت اخوك دلوقتي في مكان محجوز ومش هيطلع غير لما يجي شريف. ده اخويا لوحده، ده اخواتي الاثنين التانيين كمان. العيله يعني؟ العيله كلها هناك. طب ايه يعني؟ لا انا ما قلقش على العيله بتاعتي ان شاء الله. ايوه ما سايبهم. ما انت ايه السيناريو اللي انتوا ايه الصفاره فين اللي هيطلعوا؟ فانت هتطلع انت كمان. هو الكبير ده اللي هناك اللي محجوز ده، الصفاره معاه. الصفاره معاه هو الوحيد اللي كان بيوصل لي. فقال له مالكش دعوه سيبني انا اروح. انت اتجه في الحته الفلانيه مع فلان والدنيا مالكش دعوه بيا، انا هتعامل. فعلا؟ ولقيته جاي بالليل عادي جدا. المشوار ده طلع له بيه بنسبه ولا انت سبته ولا كده؟ لا والله بعد الهصه دي كلها. لا لا يا عم ده اخويا. ده اخوك؟ ها كلنا مع بعض. اللي بعد ما زلت مصمما على ان اختيار قائمه المنتخب في عهدي كان يتدخل فيها الشيوخ.
مالكش حل. ماشي يا عباسط. ما راجعتش نفسك في الكلام اللي انت قلته؟ مش موضوع ما راجعتش. انا بديك فرصه تانيه ودي قلما تحدث. بص بص يا ابراهيم، انا مش عايزها يعني مش بالشكل ده، ولكن هي بتبقى قناعات شخصيه واعتقادات لشخص معين، هو فاكر ان في حاجات معينه كده يعني، انما هي ممكن اكون انا متصور غلط مثلا يعني، احنا فاكرينها بشكل او هي تفاؤل وتشاؤم. لما هحط لك السؤال ده مره تانية تتراجع؟ لا لا مفيش هي فايده، هي كانت تفاؤل وتشاؤم مش اكتر يعني. يعني كان في بيسال الشيوخ وبعدين يجيبوا البتاع، بيتفاؤل وتشاؤم. الشيخ يقول له بلاش شريف، الشيخ يقول له بلاش ده وهات ده، بلاش شريف يقول له هات ده وبلاش ده، بلاش ده وهات ده. مش عايز تراجع نفسك؟ مش عايز. دي حقيقه تبع اتكلم بجد، ده اقسم بالله دي حقيقه. بس خلاص حر. اقول ايه بقى مع كل مره وخلاص اللي بعده. يلا بعض اللاعبين في منتخب البطولات الثلاثه كانوا يرفضوا الجلوس على دكه البدلاء، نعم ام لا؟ 2006 2008 2010. نعم نعم. جيل البطولات ده كان فيه لعيبه ما بترضاش تقعد على الدكه فعلا؟ ده طبيعي يا تقدر جيل بس يعني. اه طب ما انا كنت موجود برضه في البطولتين، في التصفيات وبطولتين التانيين وتصفيات ماتش الجزائر اللي كان هنا. بس انت ما تقدرش تقول اسم منهم، ما تقدرش صح؟ لا ما اصل دي حاجات كواليس بتاعتنا خاصه يعني، ما ينفعش برضه اتعدى الموضوع، احنا كلنا بنقفل على بعض في حاجات معينه يعني. بس انما كان بيحصل وده طبيعي، بيحصل حاجات كتيره جدا. بس في مره الكابتن احمد كان عندي هنا وقال انه الحضري في مره رفض ان هو يقعد لكابتن عبد الواحد. حصل. عادي يعني. بيحصل طبعا. بيحصل. مش عايز تقول اسم؟ لا. خايفة؟ ما تجرنيش. خايفة؟ لا بحترم الناس ما ينفعش. اللي بعده. بعض اللاعبين كانوا يهربون من المنتخب في المباريات الكبيرة، نعم ولا لا؟ لا ما اعتقدش ان حد بيهرب، ممكن حد يهرب من ركلة جزاء. كده. يهرب من حاجة، انما يهرب من مباراة. بص انا مش هتكلم، هو انت ملامحك باينة للناس. انت عايز تقول ايه في الإجابة هنا؟ لا والله خالص بالعكس يعني. انت عايز تقول ايه؟ اصل ملامح وشك. نعم ريحتك اهو. قلت لا ملامح وشك عكسها. انا قلت لك نعم خلاص. اللي بعده. انضمام اللاعبين للمنتخب حتى فتره قريبه كان مقتصر على القطبين بس، اهلي وزمالك؟ لا هو دايما طبعا الاساس القطبين، بس بياخد عنصر او اتنين بالكتير، لان دايما بتاخد من الفريق من الفرق الاقوى، الفرق المقدمه في الدوري والفرق البطل على طول يعني. يبقى نعم طبيعي. نعم يعني. ماشي. توقعت فوز الزمالك بدوري الابطال قبل احراز افشه هدف الفوز؟ لا 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 كنت متوقع الاهلي طبعا. كنت متوقع الاهلي؟ بس الماتش كان الزمالك فيه اللي افضل. افضل بس الايجابيه يعني السيناريو الدنيا بس. الدنيا كانت رايحه تحس انها انا برضه انا مضايقني قوي النغمه بتاعت الاهلي الزمالك افضل استحواذ. مش مضايقاك احنا مدام دي مش حاجه تعيب، احنا بنتكلم في الكوره. لا لا استحواذ. انما طب ايجابياته على المرمى كانت ايه مثلا؟ الفرص على مرمى الاهلي كانت ايه؟ ولا حاجه. كانش فيه حاجه. ماشي. الفرص متساويه. فانت شايف ان وجهه نظرك هي واحده في العارضه وواحده في العارضه. فانت شايف واحده لحسين الشحات في بدايه المباراه انه كان استحواذ بلا فائده يعني. طبعا. طيب انا سايبك تعمل ده لان انا كان عندي ممكن اقول في الثلث الهجومي ما كنتش مستحوذ بشكل كويس. ما كنتش ماسك الجيم مني، فعشان كده كان في استحواذ اكتر. حتى المهام الدفاعيه للخط الهجومي بتاعي كانت اقل، فكانت مؤثره بالسلب على الاثنين هاف ديفندر عندي طارق عمرو السليه. يعني بعد هدف شيكابالا وبعد ظهور الزمالك بالمستوى ده انت كنت متوقع انه الاهلي كده كده يرجع ويسجل؟ طبعا. اللي بعده. افضل صفقه في تاريخ الاسماعيلي انتقلت للاهلي، بركات ولا احمد فتحي ولا سيد معوض او اي اسم رابع مش موجود يعني، ممكن يبقى عماد النحاس او اي اسم انت شايفه مش موجود؟ لا هو بركات. بركات. لاعب كنت بتتمنى بقائه مع الاهلي في الموسم ده، عمار، احمد الشيخ، بجي؟ عمار. مش بادجي يعني؟ بعيدا عن المباراه بتاعت امبارح بامانه يعني، لان عمار انا تابعته في بطوله افريقيا اللي كانت موجوده للشباب يعني. كان بيقدم مستوى رائع. ماشي. ولد موهوب. اللي بعده. مركز الاهلي محتاج ان هو يدعمه في يناير، الدفاع، الهجوم، صناعه الالعاب؟ لا الهجوم. صناعه اللعب. ها؟ الهجوم. الهجوم.
السؤال ده صعب قوي عليك. لاعب من الزمالك تتمنى انضمامه للاهلي، مصطفى محمد، فرجاني ساسي، ولا بن شرقي؟ هم بصراحه ثلاثه مميزين. الثلاثه مميزين. الثلاثه مميزين. تتمنى الثلاثه؟ ليه لا، حط معاهم زيزو كمان. تحط معاهم زيزو كمان؟ الاربعه انا طماع. اربعه ليه لا؟ طيب استبعدش اللي بعده. مدير فني بتتوقع تألقه الموسم الحالي، إيهاب جلال، عماد النحاس، محمد يوسف؟ يعني بين إيهاب وجلال وعماد النحاس. إيهاب جلال وعماد النحاس. ماشي اللي بعده. أفضل مدافع في جيلك، وائل جمعة، ولا أحمد السيد، ولا إبراهيم سعيد، أو أي اسم رابع مش موجود؟ ما أنا موجود أهو. ماشي. انت افضل مدافع. انت افضل مدافع في جيلك؟ انا ووائل. يعني انت ووائل كلمتين. ماشي كابتن. لان انا برضو خلي بالك يعني انا في فتره كنت الحمد لله يعني بفضل الله كنت افضل. ده مش غرور خالص صح؟ خالص اطلاقا. امال دي كنت افضل. انا بص لا يعني الحمد لله انا كنت في مستوى فعلا عالي جدا. ماشي. ففي حاجات بتحصل بتنزلك فنيا بقى. اصابات؟ لا والله ما كانش فيه اصابات خالص. انا اول اصابه ليا من 29 سنه 30 سنه. اول اصابه حقيقيه ليا وكانت اصابات كلها تمزقات عضليه. ماشي. خلاص حصلت امتى؟ 30 سنه. بدايه ال 30 بالظبط. طيب افضل مدافع في جيلك شريف عبد الفضيل وائل جمعه، رغم انك ما رحتش المنتخب كتير. ما كنت موجود على رفيق يعني. انا بص كل معسكرات المنتخب انا موجود فيها. انت كنت بتلعب التصفيات بس. ما التصفيات بس، تخصص تصفيات حاجات بطولات ما بتبقاش موجوده. حاجات الوحشه بس. افريقيا في الادغال. العب يا شريف. اللي بعده. افضل ليبرو انت عاصرته مين؟ وائل الاباني، عماد النحاس، ابراهيم سعيد؟ عماد النحاس. في حاجه حصلت ولا انا متهيألي؟ لا سبوره خلاص كفايه سبوره. لا مين قال؟ شكلها في سؤال كده بس هنجي. كفايه عفاريت النهارده. خلاص كفايه كده. العفاريت مشيت خلاص. يا كابتن شريف اتشرفتنا ونورتنا، وكالعاده يعني دايما حواراتك وحلقاتك بتبقى ساخنه جداً. انا مبسوط جدا معاك يا ابراهيم، وانت عارف احنا اخوات، وانا مبسوط ان انا شفتك بخير. ربنا يطمنا عليك دايما. دايما متالق ان شاء الله باذن الله. ومع فريق تحت 16 سنه احنا اتكلمنا تحت الهواء، قلت لي انه في حاجات كويسه وفي لعيبه كويسين ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله حاجه كويسه للنادي الاهلي ومنتخب مصر كمان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا.